قوليهم. مشاهدينا بنرحب بيكم، حلقه جديده وشغل عقلك. شغل عقلك النهارده هنتكلم فيه او هنستكمل فيه شجره الكتان. كنا اتكلمنا في الناين والايت والسيفن والسيكس والفايف والفور والثري، هنوصل معاكم النهارده للتو والوان، وكده نبقى خلصنا شجره الكتان. وبعد كده هندخل في موضوعات جديده خاصه بالعمليات الحسابيه، يا رب توصل لكم بفهم اسرع وفي وقت ابسط كمان. النهارده هتكون مشرفانا في استوديو استاذه سلوى حنفي، مدربه الرياضيات العقليه. اهلا بيكي يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيكي سلوى. زي ما انا قلت احنا اتكلمنا عن شجره التن، بس لسه هنكمل فيها جزء بسيط، لكن ممكن تستعرضي معانا تاني الابيكاس ونعرفه لكل اصحابنا اللي بيتابعونا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا في الابيكاس ان كده قلنا دي التن احنا اشتغلنا عليها. تمام. خلاص احنا عرفنا ان دول ناين. خلاص بقى الموضوع بقى قديم بالنسبه لنا، مش محتاجين نشتغل تاني. بالنسبه لنا قديم، هم ممكن يبقوا كل مره أوكي. الاول مره. نعيد تاني. 1 2 3 4 5 كده الابيكاس 6 7 8 9 اوكي. اللي جنب ال1 قلنا ال10، بعد ال10 11. انا بفكر بس الاطفال بالابيكاس. بعد ال11 12 13 15 16 10 و6 17 18 90. تمام. اوكي اتفقنا برضو ان دي اسمها 1 ودي اسمها 1، يبقى دي كده 10 ودي كمان 10، يبقى 20. تمام. ازاي بيتم استاذه سلوى قراءه او العمليات الحسابيه بشكل اسرع؟ يعني عن طريق الابيكاس اول حاجه زي ما قلت لك. احنا بنبدا نشتغل عليه. تمام. وطول ما احنا بنتدرب، وطول ما الطفل ايده شغاله وعقله شغال. تمام. وبنبدا بعد كده بيبقى اسرع ازاي؟ عن طريق المخ. ان هو بيمارس بشكل اكتر حاجه تقصدي. كل ده هحطه في مخه باذن الله. انا هتبارك ده في الحلقات القادمه. هو من الممارسه بيبقى الكلام ده كله خلاص في ذهن. انت قعدتي معايا، عملنا حلقتين ثلاثه، الابيكاس بقى في دماغك وعرفتيه. ومجرد عمليه تدريبيه، انت ما ضربتيش كمان، ما مسكتيش الابيكاس في ايديكي. تمام. هتشوفي بقى طول ما احنا نتدرب على كل رقم على حده، وكل رقم بنحل عليه لمده اسبوع كامل، مش اقل من 40 او 60 مساله و120 مساله في الاسبوع، 20 مساله يوميا بتعملوا على الابيكاس وبتعملوا منتال بدماغه. فبيبقى طول ما انت تتدربي، طول ما تبقي انت اسرع من كده. تمام. ايه رايك حضرتك نستكمل شجره ال10؟ كان بقى لنا فيها ال2 وال1 صح. طيب كده هنحل الاول مسالتين على مثلا ال4 وال3. تمام. نكملهم ال4 وال3. اتفقنا. احنا وقفنا عندهم. اتفقنا. نعمل الفيجن اللي فات. 3 3 بلس 5 بلس 5 بلس 4 بلس 4. مفيش عندي هنا 4، مفيش عندي هنا 4 من عند ال5. هجيبها من عند مين؟ من عند ال10. صاحبه الفور مين؟ السيكس. ماينس 6 بلس 10. تمام. تمام. ايكوال كامل ابيكاس 12. اوكي. نبدا نعمل عمليه من الاول تاني، مساله تانيه. عمليه حسابيه تانيه. تمام. 2 6 بلس 1 بلس 1 بلس 3 بلس 3. في عندي 3 مش عندي غير 2. في عندي 3 ال5 مشغوله، اجيبها من عند مين؟ ال10. احنا شغالين على شجره ال10 اتفقنا. ماينس 7 بلس 10. تمام. ايكوال كام؟ 10. تمام. كده احنا خدنا ال4 وال3، عملنا عليهم مراجعه. نشتغل بقى على ال2. اتفقنا. ال2 اعتقد بسيطه ولا دسمه، محتاجه يعني محتاجه شغل. بيدخل فيها باقي النمبر اللي احنا شرحناه، كل القديم كله بتشتغليه مع الفايف مع التن كل حاجه. نشوفه في التطبيق العملي. أكيد. كمان 6 بلس 3. طب احنا اتفقنا مبدئيا ان صاحبه التو مين قبل ما ببدا؟ الايت. الايت بس انت ما قلتليش صاحبتها مين، جاوبتي على طول ليه؟ فوت تقولي لي صاحبتها مين، البيج ولا السمول؟ لا البيج، هي الايت. يبقى انا بقول لك السمول في رينج. صاحبتها في السمول الثري. الثري. تمام. تمام. يبقى احنا عايزين دلوقتي البيج في رينج بتاعت التو، هتقولي لي ايت. يلا قولي لي المساله. 6 تمام بلس 3 وان شوت، برضه لسه هرجع اكد ان القلم ما بيتسابش من ايديا. بلس 2. في عندي 2؟ مش عندي. اروح عند الفايف اجيبها، مامي الفايف مشغوله. نروح عند التن. نروح عند التن. نزل الايت. صح. نشيل ال8 ونطلع ال10. ماينس 8 اللي هي صاحبتها بلس 10. انا بقول لها بليز يا 10 اديني 2 وانا هرجع لك صاحبتها ال8. تمام. انا عايزه استلف منها 2 بس. اوكي هي ادتني 10، قالت اديني بقى، انت خدتي مني 10، خدتي مني ال10، رجعي لي بقى صاحبتي اللي هم ال8، انت مش محتاجه مني اكتر من 2. ايكوال كامل ابيكاس 11. تمام.
قبل ما ابدا لازم الابيكاس يبقى زيرو. تمام، ناخد مسألة رقم 2. نمبر 2 8. ال 8 موجوده، خدناها. كل ده احنا واحنا بنحل بنراجع اللي فات كله، بنعمل مراجعات على كل اللي احنا بدأناه مع ال 5 مع ال 10 مع الجديد. تمام. بلس 2 مش عندي 2، هجيب ال 2 من عند مين؟ ال 5. ال 5 مشغوله، ابسنت مش موجوده، خلاص هي لو كانت فوق هجيبها، يبقى اروح عند مين؟ عند مامي التن الكبيره. تمام. وصاحبه ال 2 ال 8 ماينس 8 بلس 10 ايكوال كام؟ 10. عايزين كام بعدها؟ 4. تمام. ذات از كام الابيكاس؟ 14. تمام 14 10 وجنبها 4. اوكي ريدي نبدا. 3 7 نمبر 3 بقى، ما تقوليش 3 ده رقم المساله. خلاص 7 بلس 2 بلس 2 كمان بلس 2 كمان بلس 2 مش عندي 2. 2 كانت عندي طلعتها عادي، خدناها قبل كده. 2 تاني لازم قبل ما ابدا ابص الاول على اليونتس. انا قلت لي 7 اهي، ال 2 طلعتها، عيني تيجي فوق الاول، ال 5 مشغوله، هدخل عند مين؟ عند ال 10. امشي يا 8 واطلعي يا 10 ايكوال كام؟ 11. تمام، في النورمال المثل عندي بتاعنا 7 بلس 2 بلس 2 ايكوال 11. الابيكاس بتاعي طلع 11، لازم الابيكاس بتاعي يتطابق معايا. تمام تمام. نمبر 4 2 بلس 9 خدناها. ما تقوليش لا ما خدتهاش، خدناها قبل كده. احنا لازم بتلاقيهم بيراجعوا معاكي على طول. انا مش عندي ال 9، ال 9 صاحبتها مين؟ مش محتاجه بقى اقول لك صاحبتها مين، لان ال 9 البيج لوحدها مالهاش صاحبه صغيره. يلا ماينس 1 بلس 10 تمام بلس 3 عادي موجوده عندي، ببص عيني تحت وان شوت اطلع يا 3. طبعا كل صباع عشان انا اشتغل بعد كده على المينتال، فلازم تبقي شايفه صباع ال 3 بيطلع كده. لازم نركز يا جماعه وانا شغاله انا بعمل ايه، لان لما اجي اقول لك بعد كده مينتال هو مش هيمسك الابيكاس. انا حاليا بشتغل عن طريق الشوك ده ملموس بايديا، ببدا بعد كده ببدا ما بلمسوش بايدي خالص، ده اشتغله بدماغي. اوكي تمام. هناخد نمبر 5 بلس 2 مش عندي 2 مش عندي 2 مش هجيبها من ال 5 مشغوله، هجيبها من ال 10 هجيبها من ال 10 امشي يا 8 واطلعي يا 10 ايكوال كام؟ 11. 10 وجنبها 1 11. ناخد 6 3 بلس 5 بلس 2 في 2 عندي؟ مفيش. في 2 عندي؟ مفيش. ماينس 8 بلس 10 ايكوال كام؟ 10. 3 بلس 5 بلس 2 10. تمام مفيش حاجه. هناخد نمبر 7 نمبر 7 8 بلس 2. ابص الاول هنا مش عندي غير 1، وانا عايز 2 وال 5 absent مش موجوده، يبقى اروح اجيب 2 من عند مين؟ ال 10. ال 10 صاحبه ال 2 الكبيره شجره ال 10 ال 8 ال 8 امشي يا 2 واطلعي يا 10. تمام تمام. بلس 9 بلس 9 5 و 4 ال 9 معايا. تمام ايكوال كام؟ 19. اوكي تمام. 6 بلس 2 كمان في عندي 2؟ مفيش. لا في عندي 2؟ مفيش. اجيب ال 2 منين؟ من عند ال 10. ماينس 8 بلس 10 ايكوال كام؟ 10. تمام تمام. ناخد نمبر 9. تمام 9 هي اولها 9 كمان. ايوه بس هنا ماينس ماينس 1 ماينس 1 تمام. ايوه بلس 2 بلس 2 في 2؟ لا مش عندي. اوكي اجيبها من ال 10 لان عشان خلاص ال 5 مشغوله. تمام ماينس 8 بلس 10 ذات از ايكوال كام؟ 10. تمام نعمل نمبر 10 4 وان شوت بلس 5 بلس 2 في عندي 2؟ مفيش. هجيب ال 2 منين؟ من عند ال 10.
واشيل صاحبتها ال 8 ماينس 8 بلس 10 ايكوال كام؟ 11. كام الابيكس؟ 11. تمام تمام كده خلصنا ايه؟ ال 9 ال 8 ال 7 ال 6 ال 5 ال 4 3 2 اخر حاجه في شجره التين اللي هي ايه؟ ال 1. ال 1. لما اقول لك ايه البيج فريند بتاعت ال 1 هتقولي لي كام؟ ال 9. ال 9 تمام. نبدا نشتغل على ال 1 ودي هتكون اخر حاجه في شجره التين. طبعا بالبلس لسه الماينس طبعا. تمام ال 1 سهله قوي جميله جدا. 3 بلس 6 بلس 6 بلس 1 بلس 1. في عندي 1 مفيش، في عندي 1 مفيش. نشتغل ال 1 ازاي؟ مين صاحبة ال 1؟ ال 9 ماينس 9 بلس 10 تمام ايكوال كام؟ ايكوال 10. تمام. نعمل ال 1 تاني. نمبر 2 قولي لي 4 وان شوت بلس 5 بلس 1 بلس 1. ال 1 سهله برضه قوي، كانت عامله زي ال 6 كده. كان ال 6 بنشيل ال 4 وال 10، ال 1 بنشيل كله، هنعمل ماينس ال 9 كلها وهنطلع ال 10 وبتبقى في خطوه واحده. تمام. نعمل ماينس ال 9 ونطلع ال 10 ايكوال كام؟ ايكوال 10. اللي جنب ال 1 على طول دي، على طول دي 10. اوكي؟ تمام. 9 بلس 1 في عندي 1 مفيش، في عندي 1 مفيش. هجيب ال 1 من عند مين؟ ال 10 وهشيل صاحبتها البيك فريند ال 9. في اطفال بيشيلوا ال 4 تمام بيتلخبطوا، لا انا بشيل ال 9 كلها شغاله عند ال 10 اشيل صاحبتها الكبيره. امشي يا 9 واطلعي كده. اوكي. نمبر كام اللي بعدها؟ 3. نمبر 3 9 بلس 1 في عندي 1 مفيش، في عندي 1 مفيش. ماينس 9 بلس 10 بلس 4 بلس 4 وان شوت ذات از ايكوال كام؟ 40 5 ايوه بلس 4 بلس 4 بلس 1 بلس 1 ما فيش 1 ماينس 9. حلوه قوي ال 1 جميله. بلس 10 ايكوال 10. تمام. هي سهله متهيألي، سهله ال 9 خالص. تمام. ممكن بقى نشتغل على فيجن بسيط على كل اتفضل شجره التين. دي بقى بتبقى شامله من ال 1 لل 9 لل 9 صح كده؟ ايوه. اتفضلي ابدا من اول، من اول نمبر 1. اه تمام. اول واحده معانا 9 تمام 9 بلس 1 بلس 1 مفيش 1. اول حاجه ببص مش عندي 1، مش عندي 1. امشي يا 9 واطلعي يا 10 ايكوال 10. تمام. نمبر 2 4 4 بلس 6 بلس 6 اهي كده شجره التين اشتغلنا على ايه؟ بيلخبط بقى. نمبر ايه؟ 6. انا مش عندي 6، 6 اوتوماتيك هجيبها من التين لانها اكبر من ال 5. تمام. مش هبص خالص فوق، يبقى ماينس 4 بلس 10. تمام. 5 ايكوال كام؟ 15. تمام تمام. ادي نبدا نمبر 3 3 بلس 8 بلس 8 في 8 مفيش 8 اشتغلنا على ال 8 صاحبة ال 8 ال 2 ماينس 2 بلس 10 بلس 1 بلس 1 ماينس 1 عفوا ماينس 1 ذات از 10. ايا كان انا لو معايا 11 وعايزه بلس 1 12، لو معايا 11 وعايزه ماينس 1 10 ما فيهاش مشكله خالص. انا بشتغل على الفكره نفسها بتاعت ال 10. تمام كده احنا عملنا بلس ال 1 وعملنا بلس ال 6 وعملنا بلس ال 8. مسائل بقى ملخبطه، اي حاجه تساليني فيها في التن نحلها. تمام. خدنا كل شجره التن بالبلس بس. نعم. 7 7 بلس 5 بلس 5 مش عندي ال 5 اجيبها من التن ماينس 5 بلس 10. تمام. بلس 7 بلس 7 موجوده اهي 5 و 2 ايكوال 19 10 وجنبها 9. تمام كده خدنا بلس كام؟ خدنا بلس 5. اوكي اوكي. نمبر 5 4 بلس 8 بلس 8 ماينس 2 بلس 10. تمام. مش محتاجين بقى كده نشتغل بقى ولا نشرح، خلاص احنا عارفين ال 8 صاحبتها ال 2.
اتفقنا. تمام، بلس 8 كمان، بلس 8 كمان، ماينس 2 بلس 10 تاني، تمام، ايكوال 20. احنا اتفقنا ان دي 10 ودي 10. نعم. اوكي، 5 بلس 1 بلس 1 بلس 4 بلس 4. اشتغلنا على الفور بقى، في عندي فور هنا، مش عندي فور، لازم اقف عندها لان لازم اشوفها الاول عند الفايف، بس مش هلاقيها عند مش هلاقيها عند الفايف، يبقى اجيبها من عند التين. تمام. يعني انا قصدي ان انا الناين اوتوماتيك اجيبها من عند التين، والسيكس من عند التين، والسيفن من عند التين، والايت من عند التين، لكن الفور لازم ابص عند الفايف. يبقى تمام. ماينس 6 بلس 10 ذات از ايكوال كام؟ ايكوال 10. تمام. نمبر كام وقفنا؟ 6. نمبر 6 اعمل كام على الابيكاس؟ 5 بلس 1 بلس 1 بلس 4 بلس 4. برضه مش عندي 4، قلت اتوقف عندها، هبص هنا مش لاقيه ال 4، هبص هنا مش لاقيه ال 4، اجيبها من عند ال 10 ماينس 6 بلس 10 ذات از 10. تمام. استاذه سلوى، وصلنا للمساله رقم 7، هنبدا فيها، هي برضو بلس 8، نبدا ب 8. اوكي، بلس 9، اتفقنا ان 9 صاحبتها ال 1. يس. ماينس 1 بلس 10 3، اتفقنا ان احنا الارقام الصغيره هنبص الاول عليها. تمام. مش عندي هنا 3، عندي 2، يبقى ابص فين؟ عند ال 5 قبل ما اخش عند ال 10. تمام. تمام، مش عندي، اتفقنا مين البيك في بنت بتاعت ال 3؟ ال 7. ماينس 7 بلس 10 تمام ايكوال كام؟ 20. 10 نعم. و 10 نعم، يبقى 20. تمام. ناخد نمبر 8. نمبر 8 يس. 3 3 وان شوت بلس 9 بلس 9 اوتوماتيك هنجيبها من عند ال 10. ماينس 1 بلس 10 بلس 6 بلس 6 موجودة عندي اهي، ايكوال 18. 10 و 8 10 15 16 17 18. نعم. طب ما التن موجودة، اقول تن الاول وابدا اعد دول. انا بقى مش هفضل اقول بقى 15 16 17 18، الطفل لوحده عارف ان التن والايت 18، مش محتاج ان هو يقعد يعدهم. عملية تدريبية اتدرب عليها حوالي بقى له 3 شهور. تمام. ناخد نمبر 9. ايوه. 9 بلس 2 بلس 2، قلنا 2 هنبص بارقام صغيرة عند ايه؟ عند اليونتس. في 2 مش فيه، في 2 عند الفايف، الفايف مش موجودة، يبقى هجيبها على طول من عند التن وهشيل البيك في الاند بتاعتها بايه؟ الايت. امشي يا ايت واطلع يا تن، ايكوال كام؟ 11 بلس 9. بداية المسألة 9، احنا في نمبر 9، احنا في نمبر 9. 9 نمبر 9 9 برضو. تمام. 2 بلس 2 2 ماينس 8 بلس 10 بلس 9 كمان بلس 9. في 9 عندي طبعا، مش هجيبها من هنا خلاص، انا عندي 1 مشغوله، يبقى صاحبه ال 9 مين؟ ال 1. هجيبها من ال 10 الثانيه، نركز بقى كويس قوي في ال 20 اللي هي ال 10 الثانيه. ماينس 1 بلس 10، ما يجيش حد يقول لي انا مش هينفع اجيب ال 9 امس، ازاي؟ انا هنا في 8 عندي وال 10 موجوده، طب ما في 10 ثاني. ماينس 1 بلس 10 ايكوال كام؟ 20. 10 و 10 تمام. هناخد نمبر 10. اوكي، 4 بلس 6 بلس 6، سهلة. ماينس 4 بلس 10 بلس 3 3 وان شوت ايكوال 13. 10 و 3 نبدأ. 11 10 و 1 9 9، مش موجودة، هجيبها من التن اللي بعدها. ماينس 1 بلس 10 بلس 2 بلس 2 ايكوال كام؟ الرقم ده جديد علينا على الابيكاس على فكرة، عايزين ناخد بالنا. بصي معانا يا استاذة غدا، الرقم ده 10 احنا بنجيبها من التن الاولى ومن التن التانية. تقصدي؟ تمام تمام، بس ظهر عندي ايه دلوقتي على الابيكاس؟ رقم جديد انا ما قلتلكمش عليه قبل كده، 22. ادي 10 و 10، 20 تمام اهو. انا عايزه بس نقرا الابيكاس من الاول، اتفقنا ان كده ايه؟ 10 10 بقت 20. تمام. 21 22 23 24،
اجابتي طلعت ايه على الابيكاس؟ المسألة 22. عايزين نعملها تاني يا استاذة غادة معلش. كنا في نمبر 10. ايوه ولا 11. قولي 8 بلس 2 بلس 2 مش عندي ماينس 8 بلس 10 بلس 7 بلس 7 بس مش هي دي المسألة للأسف. 17 هي المسألة؟ لا اجابتها كانت 22. 22 اللي هي تبقى نمبر 9 اللي هي يعني فيها 8 بلس 9. اوكي 8 بلس 6 بلس 6. لا مش هي دي. انت قدامك 8 بلس 6. 8 بلس 6 بلس لا اشوف بلس اشوف 5. الكتاب اتفضلي معلش. مش هي دي يا استاذ. هي ممكن المسألة. هي فيها 20. تمام هي نمبر 9. كنا خلصنا وصلنا ل 11. في مسألة تاني. اوكي نبدأ في 9 تاني. 9 بلس 2 بلس 2 ماينس 8 بلس 10 بلس 9 كمان بلس 9 ماينس 1 بلس 10 ايكوال 20. تمام طيب احنا ناخد 10 كمان. احنا خدنا 10 صح؟ احنا كنا خدنا 9 و10 و11 وخدنا 12. ما فيش مشكلة نبدأ في 13. اوكي 2 بلس 7 بلس 7 بلس 1 بلس 1 كده بنرجع لل 1 ماينس 9 بلس 10 10. تمام 4 ايوه بلس 9 بلس 9 في 9 عندي مش عندي ماينس 1 بلس 10 بلس 2 سمول فريند. انا قلت الارقام الصغيره ابص هنا الاول طلع هنا اهو مش عندي 2 هجيبها من عند الفايف واشيل صاحبتها مين ماينس ال 3 عشان شغلت الفايف. تمام ايكوال كام؟ ايكوال 15. اوكي ناخد ده 15 6 6 بلس 1 بلس 4 بلس 4 كده احنا اشتغلنا في شجره التن كلها بس ملخبطينها. الفور عشان صغيره ابص عليها هنا في 4 مفيش في 4 عند الفايف مش موجوده يبقى ماينس 6 بلس 10 ايكوال 11. تمام 2 2 بلس 6 بلس 7 بلس 7 صاحبه ال 7 3 ماينس 3 بلس 10 ايكوال 15. 7 7 بلس 3 مش عندي ماينس 7 بلس 10 بلس 9 بلس 9 موجودة عندي 19 7 7 بلس 3 3. قلنا السؤال الخمس صغيرة هنبص عليها هنا هنا مفيش يبقى نجيبها من عند التن ونشيل صاحبتها ال 7 ماينس 7 بلس 10 بلس 9 بلس 9 ايكوال 19. تمام 8 بلس 2 مفيش 2 مفيش 2 عند الفايف يبقى صاحبتها ال 8 في شجرة التن ماينس 8 بلس 10 بلس 3 بلس 3 ايكوال كام؟ 10 11 12 13. تمام 1 1 بلس 9 9 ماينس 1 بلس 10 بلس 4 4 ايكوال 14. تمام 4 بلس 9 بلس 8 9 8 ماينس 2 بلس 10 كمان مش شايفه ليه بلس 3 بلس 3 مفيش 3 اجيبها من ال 5 وانزل صاحبتها ال 2 ايكوال 15. تمام كده احنا خلصنا خلصنا شجره التن كلها شجره التن. تمام هندخل في موضوعات جديده خاصه بالعمليات الحسابيه. عايزين ندخل مع الاطفال بقى نشغل عقلهم من غير ما نحط ايدنا على الابيكس بطريقه بقى غير ملموسه قدام الابيكس. هم هيكونوا حافظوا شكل خلاص احنا كده اتدربنا بما فيه الكفايه. تمام فبنبدا
في المرحلة دي بيكون خلاص احنا بدائيات، عرفنا للطفل شكل الابيكاس ايه، اشتغلنا عليه، اشتغلنا ازاي بيشتغل عليه كل حاجة، دربنا عليه كتير قوي، دربنا على الفايف وعلى التين. فكل حاجة باخدها بعد كده في البرنامج ده لازم احطها في دماغي، لازم اشتغل عليها منتال، وبشتغل على العمليات الحسابية على الابيكاس الكبير. يعني عمليات كبيرة اشتغل هنا، عمليات صغيرة خلاص. هو الطالب ممكن يبقى معاه الابيكاس الكبير، ولا هو الابيكاس الصغير فقط اللي بيبقى معاه، ولا هو خلاص لا ده لا في لا المخ الطالب بياخد ده معاه في البيت، الابيكاس الصغير هو اللي بياخده معاه في البيت. لكن شكل الابيكاس عموما بقى خلاص هو بقى تمام. انت دلوقتي انا هخليكي تشتغلي بيه دلوقتي منتال، بس احنا بنكمل، احنا في عمليات حسابيه كتير بنكملها لسه. تمام احنا طيب خلاص استاذه سلوى لسه هنتكلم من منتال في منتال. الحلقات اللي جايه باذن الله. بشكرك استاذه سلوى حنفي مدربه الرياضيات العقليه، شكرا ليكي، شرفتينا ونورتينا. العفو يا فندم. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من شغل عقلك، لسه معانا حلقات كتير في عمليات حسابية جديدة، دايما تابعونا وشغل عقلك.